دراسات وبحوث وتقارير وبيانات، قيم وأفكار بحثنا كثيرا وتأملنا أكثر، لم نجد قيمة نهتم بها ونستثمر بخدمتها والعمل لأجلها مثل الشباب عماد الأمة وبناتها. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملتقى الأحبة. أرحب بضيوفي الكرام، الداعية الإسلامي أحمد يسري، أهلا وسهلا بحضرتك. تشرفت بحضرتك اليوم. شرف لي أن أحفظك. الله يكرمك. القارئ عبد الله حمادة، تشرفت بحضرتك اليوم. الله خير، الشرف لي. والداعية الإسلامي أحمد زيدان الذي أتشرف بالجلوس بجواره، وإن شاء الله بداية من الحلقات القادمة سيكون في مقعد مقدم البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفت بحضرتك. جزاك الله خير. الله يكرمك. شيخنا الحبيب، إن شاء الله بإذن الله هنقرأ قرآن في بداية الحلقة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. جزاك الله خير. خيرا شيخ عبد الله، أحسنت. جزاك الله خير. أحسنت والله سيدنا. شيخنا الحبيب شيخ أحمد يسري، كثير من الشباب بيقع في المعاصي ونفسه انه يتوب، بس المشكله اللي بيشتكي منها الصحبه الفاسده، ماذا يفعل؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فانا ارحب اولا بكم وارحب باداره القناه، اسال الله جل وعلا ان يجعل كل هذا في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك ومولاه. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. شوف السبب: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالصحبة الصالحة تنفع الإنسان في يوم القيامة،
أصدقاء السوء سيتبرؤون منك يوم القيامة. تمام. كما يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تمام. شيخنا، ماذا بعد الوقوع في المعصية؟ ماذا بعد الوقوع في المعصية؟ وهذا سؤال جميل جدا. أولا، بعد الوقوع في المعصية لابد من أمور. أولا، عاوزين نعيش حياة طيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة تكون مع الله سبحانه وتعالى، تكون في القرب من الله سبحانه وتعالى، وفي الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي يملك القلوب والسعادة هو الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا، بعد الوقوع في المعصية لابد أن نتخلص من جميع الهموم والغموم والأحزان والكروب، وهذا يكون مع الله سبحانه وتعالى. فبقول لك خليك مع الله سبحانه وتعالى، علشان تكون مع الله سبحانه وتعالى ويزول وتزول الهموم والغموم والكروب والأحزان والاكتئابات. آية واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لو أنت متوظف والله أحسن الوظائف أو في أعلى المناصب، معيشة ضنك. طالما أنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، اسمع الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا. في الآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب شيخنا الحبيب، هو السؤال الأول هو كثرة الوقوع في المعاصي، يعني من الشباب هيفضل معانا طول الحلقة إن شاء الله، لكن الشباب اللي هو عايز يتوب من المعاصي بيجد إن الصحبة الفاسدة هي التي تصده عن التوبة. تمام. طيب ما نتكلم بقى عن القدوة بالمرة، يعني القدوة الصالحة سواء كانت أب أو غير أب، شيخ أو غير شيخ، أو معلم. تمام. مش ده بيكون مضاد للصحبة الصالحة؟ أكيد. تمام. أكيد. تمام. أولا، تمام، الله سبحانه وتعالى دعانا جميعا إلى التوبة. تمام. فقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تمام. فكلنا أصحاب ذنوب. تمام. سواء شباب سواء رجال نساء، كلنا أصحاب ذنوب. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تمام. فأنا بقول لك يعني لا تجالس أصدقاء السوء. تمام. صاحب من يأخذ بيدك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. تمام. لا تصاحب من يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. تمام. وكلنا يعلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، ماذا قال له في نهاية الحديث؟ قال له لكي يتوب إلى الله عز وجل، قال: اترك هذه الأرض فإنها أرض سوء. تمام. فأنت عاوز دلوقتي أرض سوء لأنها غابت فيها القدوة. تمام. أنت عاوز دلوقتي يعني تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، اترك أصدقاء السوء. تمام. لا تجالس من يقول لك تعال نذهب إلى هذه المقهى أو خذ الحشيش، لا، لابد أن نصاحب أصدقاء صالحين.
لكي يأخذوا بأيدينا إلى طاعة الله سبحانه. جزاكم الله خيرا. معانا اتصال سعيد من البحيرة، أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منورين والله. نورك يا فندم. لا الحمد منورين. الله يكرمك. جزاك الله خير يا شيخ سعيد. تفضل. احنا كده يعني الحلقات الجديدة من منتقى الأحبة، جزاكم الله خير. جزاك الله خير. الشيخ مروان والشيخ أحمد. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. تحت أمرك. أنا بس عاوزين كده يعني الشاب اللي بيلتزم. تمام. ممكن تسمعنا من التلفزيون، تسمعنا بس من التليفون لو سمحت. حاضر ماشي حاضر. ال الشاب اللي بيلتزم جديد يعني مثلا دي بس في عروض كثيره جدا بالنسبه للشباب. الو السلام عليكم. يبدو ان احنا فقدنا الاتصال. طيب شيخنا، هل باب التوبه مفتوح بالنسبه للشباب؟ أكيد باب التوبة مفتوح، وإحنا جايين النهاردة علشان نفتحه للشباب والبنات، نقول لهم باب التوبة مفتوح. الكل مننا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تمام. يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. باب التوبة مفتوح، إيه شروط التوبة؟ شروط التوبة الإخلاص لله تبارك وتعالى. تمام. لابد من الإخلاص في التوبة. كذلك أيضا من شروط التوبة الصدق في التوبة، كذلك العزم على ألا يعود للذنب مرة أخرى. تمام. رابعا من شروط التوبة، وهذا من أهم شروط التوبة، وإذا سقط هذا الشرط الله تبارك وتعالى لا يقبل التوبة، ألا وهو التحلل من المظالم. التحلل من المظالم. التحلل من المظالم. إذا كانت المظلمة يعني في حق بني آدم. أكيد. تمام. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم. تمام. فالتحلل من المظالم شرط أساسي من شروط التوبة إلى الله عز وجل. تمام. رد الحقوق، إن كنت أخذت مالا من أحد فعليك أن ترد هذا المال. تمام. إن كنت أخذت مثلا أرض أختك ولا أي حاجة في الميراث فرد هذه الأمانة. تمام. لأنك ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. تمام. جزاكم الله خيرا. طيب عايزين نسمع مقطوعة جميلة من الشيخ عبد الله يعني في هذه الرقائق. تفضل. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي رؤوف ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد
وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم، أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. جزاك الله خير شيخ عبد الكريم. شيخنا الحبيب، متى يغلق باب التوبة؟ أولا، لا يستطيع أحد من الخلق أبدا أن يغلق باب التوبة في وجه أحد من الخلق أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى دعا الصغير والكبير ودعا الغني والفقير والحاكم والمحكوم إلى الرجوع والتوبة إليه سبحانه وتعالى. تخيل، الله سبحانه وتعالى دعا اليهود والنصارى إلى التوبة، فقال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. بل إن الله سبحانه وتعالى دعا أهل الشرك والقتل وأهل الزنا إلى التوبة، فقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تخيل، ما الذي يقول؟ شفت حد قبل كده ربنا بيقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما؟ بل إن الله سبحانه وتعالى دعا المسرفين على أنفسهم من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوبة، فقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين إلى التوبة، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. باب التوبة لا يغلق إلا في حالتين فقط: عند طلوع الشمس من مغربها وعند خروج الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل توبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة هي خروج الروح. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال هاتفي من الشيخ سعيد. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. الحمد لله، معك سعيد برضه من البحيره، تعودت اللقاء مع الحديث مع حضراتكم، وتشرفنا والله بالقناه المباركه، ربنا يبارك فيها يا رب ويبارك في اللقاء ويبارك في الاخوه الحاضرين يا رب العالمين. جزاكم الله خير، بيكم ومنورين والله، وربنا يجعلكم سبب في هدايه الشباب يا رب العالمين. جزاك الله خير، شكرا لحضرتك. بس كان في سؤال صغير برضه كده، يعني في كثير من الشباب فعلا بيبقى عاوز يتوب، بس المشكله صحبه السوء، كيف اتخلص من صحبه السوء؟ وده ان شاء الله تابع معانا الحلقه ان شاء الله، هقول لحضرتك المشايخ، هقوله لحضرتك ان شاء الله. ان شاء الله، وجزاكم الله خير ومنورين الشاشه بصراحه. وياكم يا فندم، شكرا شكرا لحضرتك. هو في سؤال تمام، يعني عايز اشرك الشيخ احمد معايا في السؤال ده، اللي هو السؤال بيقول ايه؟ ان في شباب دايما بيتقلب ما بين المعصيه والطاعه، يعمل معصيه شويه ويتوب، تمام، يذنب ويتوب، عنده تقلب فكري، تنصح الشاب ده بايه او علاجه ايه؟ وايه رايك الشيخ احمد في السؤال ده؟ يعني هو اولا الشاب بعد فتره من التوبه بيبدا قلبه يتقلب ما بين الحق والباطل. بالظبط، وده حدث معي شخصيا. تمام، يبدا يتقلب ما بين الحق والباطل، ده كله نتيجه بسبب الفكر العقلي. الفكر العقلي تمام. فالشاب وهو في فتره الالتزام بيواجه صدمات كتيره جدا. تمام، ماشي.
الشاب يبدأ يبعد فكره العقلي عن كل أشياء لا تذكره بما مضى من قبل اللي هو تذكر الذنب قبل تذكر الذنب الفينة وبعد الفينة، ده من آفات التوبة. تمام. أولا أنصح جميع الشباب إن هو يرجع للحق تبارك وتعالى، يرجع دلوقتي حالا قبل ما يغرغر وقبل ما يرجع للحق تبارك وتعالى، ويسأله عن كل صغيرة وكبيرة. انا مش عارف ايه اخبار سعيد، معانا اتصال هاتفي من سعيد من اسكندريه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نورين الشاشه والله. جزاك الله خير. الله يكرمك. جزاك الله خير. الله يكرمك ويبارك في الاخوه الافاضل اللي موجودين مع حضرتك. جزاك الله خير. ممكن لو سمحت بس نسمع مقطع من الاخ عبد الله تاني، او تحت امرك ان شاء الله. هنسمع كتير من الشيخ عبد الله ما تقلقش. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الله يكرمك يا فندم، جزاكم الله خير. عايزين كلمة كده للشباب تكون باب التوبة. تمام، تحت أمرك يا فندم. حاضر. الله يكرمك. حاضر. هو السؤال يعني هو يعني طيب، معنا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال الشيخ بس سؤال مهم جدا لو سمحت. تفضلي يا فندم، بس ممكن تعلي صوت حضرتك شويه. عنده 19 سنه ووالده متوفي. تمام. من ساعه ما طلع الشغل وهو بدا يشرب سجاير ومعاه اصدقاء مش كويسين هم اللي علموه السجاير، فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. الاول كان بيروح المسجد وكان بيصلي وكان بيخاف من القبر جدا ويعيط لما يسمع عذاب القبر وكده، دلوقتي اختلف خالص بقى انسان ثاني. تمام. يعني بيمسك التليفون والنت والحاجات من دي، فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. تمام، ماشي يا فندم. الشيخ هيجيب لحضرتك على السؤال. تفضل. الست ام محمد بتقول ان بالنسبه للسؤال ده يعني تنصحه، فاذا لم ياخذ ولم يفعل بالنصيحه عليها بالدعاء. عليها بالدعاء. عليها بالدعاء. تمام، دائما الدعاء بيفيد في هذا الموضوع. اكيد. تمام تمام، جزاكم الله خيرا. هو في سؤال يعني قلت لحضرتك السؤال بتاع الصحبه الصالحه هيتم معانا طول الحلقه، هيفضل معانا طول الحلقه. مثلا شاب كان بيفعل المعاصي وكان بيسير مع صحبه سيئه، تمام، ولكن الشاب ده ربنا كرمه وتاب. تمام، ولكن اصدقائي يهزؤون بي لاني اسير مع الصالحين. طيب، ايه رايك الاول في النقطه دي، وهستدرك معاك في نقطه تانية، بس ايه راي حضرتك في النقطه دي الاول؟ احنا قلنا يعني حتى لو انت التزمت، تمام، يعني ما تروحش لاصدقاء السوء يعني تنصح لوحدك. انا ما بقولش انصحهم، هو دلوقتي بيمشي ماشي مع الصحبه الصالحه، لكن الصحبه الفاسده بيستهزئوا بيه. ولا بد اولا يعني اترك اصدقاء السوء. احنا قلنا في اول البدايه اترك اصدقاء السوء. انت الان تسير الى الله تبارك وتعالى. تمام. في طريق الله تبارك وتعالى، يبقى لابد من ترك اصدقاء السوء. تمام. خذ بقى اصدقاء ايه صالحين يعين الانسان على طاعه الله سبحانه وتعالى. تمام. بس لان هؤلاء اصدقاء السوء لن ينفعوك يوم القيامه بين يدي الله سبحانه. صحيح. وتعالى. تمام. طيب يا سيدنا، يعني مش ممكن ان انا الصحبه الفاسده دي اخدها في طريق الحق؟ فعلا، بس مش لوحدك. طب ازاي؟ ممكن، تنصحهم. ايوه، عايز اعرف تنصحهم. تمام. وتاخد بايدهم الى المسجد للصلاه. تمام. تاخد بايدهم الى مجالس العلم. تمام. لان طبعا كان في قصه قبل كده معروفه شهيره ذكرها الشيخ خالد الشيخ. انسان تاب الى الله عز وجل، ولكن اصدقاء السوء على ما هم فيه من المعاصي والآثام والمنكرات والمحرمات. تمام. فأخذوا هذا الشاب الذي ذهب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، أخذوه إلى سفر وقالوا له يعني أنت تسافر معنا لكي تنصحنا وتذكرنا بالله سبحانه وتعالى. تمام. وتعنا على الصلاة. فذهب معهم حتى أنهم هناك فكروا تفكير يعني أتوا ببغية. تمام. وأدخلوها عليه وزنى بها، حين دخلت به زنى بها وفاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. فمن عاش على شيء مات عليه. فأنا بقول نصيحتي اترك أصدقاء السوء. تمام، جزاكم الله. انصحهم الأول فما خدوش بالنصيحة اتركه. تمام، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. طيب، هرجع لحضرتك يا شيخ عبد الله.
الناس طردت مقطوعة، يبدو أن صوت حضرتك بسم الله ما شاء الله عجبهم، تفضل. الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شيخنا الحبيب كيف أنجو من المعاصي؟ كيف أنجو من المعاصي؟ أولا تخلص من العلاقات المحرمة. نحن نتخلص من العلاقات المحرمة وهذا للشباب والبنات. يعني البنت اللي انت لسه بتكلمها حاول ان انت تبعد عنها. تمام. لان انت بتضر نفسك. التخلص من العلاقات المحرمة. كذلك ايضا لكي انجو من المعاصي الاستقامة. قال الله سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم كذلك أيضا عليك بالدعاء لله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يكثر من هذا الدعاء اللهم ثبت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تمام.
والله يا شيخنا انت يعني كانك حاسس بالسؤال اللي هساله لك، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني يعني كانك حاسس بالسؤال اللي هساله لك. بالنسبه للاتصالات او التعامل على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع البنات والكلام ده كله، يعني برضو انا عايز نصيحه من حضرتك للشباب وللبنات ازاي ابعد عن الحاجات دي. اولا مواقع التواصلات الاجتماعيه النهارده كترت، تمام، يعني يقول لك فيس وواتس وماسنجر وتويتر، وفي برامج دلوقتي يعني اعداء الله يخططون لها بالظبط لاشغال الشباب والبنات، ولهم هدف، هدفهم اللي هم يشغلوا الشباب والايه والبنات. فطبعا ليل ونهار تلاقي الشباب ماسك الهاتف بيلعب في الهاتف، وتلاقي البنت برضو يعني واخد وقتهم. وطبعا الاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانا ارجو من الاب اللي هو يراقب ابنائه سواء الاولاد او البنات. تمام. يعني طب يعني انت حضرتك بتقول انه هي بتبتعد عن كل ما يقضي بالله عز وجل او عن الصحبه الفاسده، ويلتحق بالصحبه الصالحه، ويبعد عن الواتس والفيس والاتصالات والكلام ده كله. طب ما هو يعني زي ما قلت ذكرت لحضرتك من افات الالتزام تذكر الذنب الفينة وبعد الفينة. صحيح. تمام. طب ازاي يتغلب على ده؟ اذكر نفسي واياكم والمشاهدين الكرام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذنب عبد ذنبا تمام فعلم ان له ربا. تمام. الحديث ده للشباب اللي بيقول لك انا كل لما اتوب ارجع للمعاصي. صحيح. كل لما اتوب ارجع للذنب مره اخرى. بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذنب عبد ذنبا فعلم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر بالذنب. فدعا العبد فيدعو العبد ويقول رب اغفر لي، فالله سبحانه وتعالى يغفر له. في نهايه الحديث الله تبارك وتعالى يقول فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت لعبدي. تمام. وأذكر أيضا نفسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انحنى ظهره وسقط حاجباه على خده أو على وجهه، وقال يا رسول الله إن لي ذنوب لو وزعت على أهل الأرض لأغرقتهم يا رسول الله. تخيل رجل كبير في السن، يعني ممكن يبقى 80 سنة ومئة سنة، ورجل ده عمل ذنوب جاي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن لي ذنوب لو وزعت على أهل الأرض لأغرقتهم يا رسول الله. وهذا الرجل لم يسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فأسلم الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا رسول الله أنا جاي بقول لك لذنوب لو وزعت على أهل الأرض لأهلكتهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذن قد غفر الله لك. فقال الرجل وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ فقال له النبي وغدراتك وفجراتك. جزاكم الله خيرا. والله يا سيدنا الحديث مع حضرتك ممتع وجميل. صحيح. وانت حضرتك بتتكلم تذكرت قصة سيدنا معز. تمام. بعدما زنى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله طهرني، فقال له اذهب لعلك قبلت، اذهب لعلك فخذ. فالمهم انتهى المطاف ان النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليه الحد. تمام. عايز حضرتك تقول لي فضائل التوبة، يعني بما أننا تذكرنا هذه القصة. بالنسبة للحدود تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد. تمام. يعني أنا قرأت من طبق عليه حد في الدنيا لن يحاسب ولن يسأل عن هذا الذنب في الآخرة. الله. والشريعة ليست متعطشة للحدود. تمام. الشريعة ليست متعطشة للحدود، يعني ليس كل من سرق تعالى نقطع إيده. فتح الله عليكم ورحمة. الزاني نرجمه، لا. تماعز يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سارع بالتوبة. تمام. أكيد. فمن فضائل التوبة أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد إذا تاب. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا تبت أيضا ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتك.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده. كذلك أيضا من فضائل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى سعة الرزق ونزول البركة من السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. عاوزك تعد معايا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. جزاكم الله خيرا سيدنا، يعني ما شاء الله جزاك الله خيرا أمتعتنا والله. يعني عايز أرجع للشيخ عبد الله، أنشودة بقى. مطر الرضا يهمي وفاض الجود فالله بالخير الوفير يجود، شمس وأقمار وكون واسع وسحائب النعماء عنه تزيل، غيم يزيح الضوء عن كبد الفضاء، تتشاءم الأرواح يهجرها الرضا، وجه الحياة سلى من ألوانه، وكأن كل الخير والآوى انقضى، صمتا صمتا فما عاد الكلام يطاق، هذه الذنوب نتاجها الإخفاق، فالعقل يلهو في نعيم زائف والروح في لجج الهوى تنساق، ما عاد يا جرحنا أنين مصاب أو عاد يفرحنا هنا الأحباب، صرنا نكيد ونصطلي في غيظنا والأرض تغرقها بحور عذاب، الدرب ضاع وضاعت الأوراد وكتاب ربي هجره يزداد، صوت النصيحة خائف متنكر والمنكر استعلى فعم فساد، فمتى نعود إلى ظلال السنة ونلوذ بالهدي الحميد ونقتدي، لنسطر الشرف الرفيع لأمة تاهت فضيعها الهوى بمذلة، قسما برب الكائنات وما لنا إن لم نعد للدين غير ضياعنا، تصفو السماء إذا اتخذنا ديننا، نجما يضيء سناء كل قلوبنا. جميل عبد الله، جزاك الله خير. شيخنا الحبيب، في شباب كتير جدا وهو على طريق الالتزام بيبدا يطرق على الباب، بيقول نفسي حد ياخد بايدي الى التوبه. طيب الشيخ هجاوب على السؤال ده بس بعد الفاصل، نخرج الى فاصل قصير ونرجع لحضرتك مره اخرى. مشاهدي الكرام، ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى. الشيخ أحمد، حضرتك كنت سألت الشيخ أحمد يسري على سؤال، تفضل. شيخنا، في شباب كتير بيقول أنا نفسي توب بس نفسي حد يمسك بإيدي. علينا بالصحبة الطيبة، الصحبة الطيبة التي تأخذ بأيدينا إلى
طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور مجاهدة النفس. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوء، فعلينا أن نجاهد النفس جهادا عظيم. وكذلك أيضا من الأمور التي تأخذ بأيدينا أن نجلس مع أهل العلم، وأن نجلس أيضا في مجالس العلم. وعلينا أيضا بالقرآن، القرآن يعني شيء عظيم. تمام. كل هذا يعني ايه ياخذ بايدينا الى طريق الله سبحانه وتعالى. بسم الله ما شاء الله، كانك بتقرا افكاري يعني سبحان الله. تتكلم عن اهل العلم. احنا سمعنا قصص التوبه كثير، والله الله عز وجل اورد قصص التوبه في القران الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم اورد القصص، منهم قصه قاتل المئة نفس. تمام. يعني قاتل المئة نفس قتل 99 وأكملهم بالراهب، تمام، لأنه لم يدلوا على الصواب. طيب، اللي دلوا على الصواب هو العالم، فضل العالم في فتح باب التوبة للشباب. لما نيجي نسأل لابد أن نسأل العلماء. تمام. يعني أنت ذكرت الحديث اللي هو قتل 99 نفس. تمام. يعني وبعد كده ذهب لإيه؟ لعالم. لعابد الاول في الاول عابد 99 نفسه، وبعد كده ذهب ايه الى عابد. هو قتل 99 اكملهم من باب العابد، فذهب الى هذا العابد وقال له اريد ان اتوب الى الله سبحانه وتعالى. تمام. فاغلق في وجهه باب التوبه. فقال له قتلت 99 نفسه وتريد ان تتوب، ليس لك توبه. اغلق في وجهه باب التوبه. تمام. ثم ذهب فاكمل به ايه ال100، ثم ذهب الى ايه عالم على الشباب وعلى الناس جميعا. حين تقع في مشكلة أو عندك قسوة في قلبك اذهب للمشايخ، اذهب للعلماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. لما ذهب هذا الرجل إلى العالم فتح له باب التوبة وقال له ومن يحول بينك وبين التوبة. تمام. جزاكم الله خيرا شيخ احمد. يعني في اقل من دقيقتين كنت عايز تقول حاجه، تفضل. والله انا كنت عايز اوجه نصيحه للشباب. حاليا لو نظرت الى كل البشر يحاربون في الشباب، خاصه الشباب. لماذا؟ لان الشباب هم يعني الحاجه اللي هتطلع بيبنى من خلالهم اجيال. فاحنا لازم نربي هؤلاء الأجيال على طاعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن الآن وخاصة الشباب في غفلة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم جميعا. يقول الحق تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غفلة، نعم غفلة. كلما اقترب الوعد زادت الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كلما اقترب الوعد زادت الغفلة. فأقول لك ارجع إلى الحق تبارك وتعالى الآن وقل لله عز وجل بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غاوى وعصاك، رباه قلب تائب نجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. جزاكم الله خيرا. والله يا شيخ أحمد يعني أمتعتونا النهاردة ونورتونا وشرفتونا جدا. كان نفسي اختم بحاجه معاك والله، بس الوقت قد داهمنا كل مره على كده. مشاهدي الكرام، نعم تفضل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.
جزاكم الله خيرا شيخ احمد. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في نهايه هذه الحلقه الا ان اشكر الداعي الاسلامي الشيخ احمد يسري، شرفت ونورت. القارئ عبد الله حماده، شرفت ونورت. والاعلامي القادم ان شاء الله شيخ احمد زيدان. مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.